رواية سنوات الجري في المكان، رواية بتتكلم زي ما قال النقاد انه هي بتجسد احساس جيل هرب منه عقد كامل من الزمن، 10 سنين طارت او اتحركت او مشيت بسرعة، فجأة لقينا العمر اتسرق 10 سنين من الثورة 2011 لحد المأساة العالمية اللي تحولت الى بكائية كورونا. صحيح، هو كان حاجة شغلاني جداً التماس ده ما بين الثورة والجائحة والتشابه الشديد حتى في نفس سلسلة الأحداث. يعني حضرتك عارف احنا ازاي كان فينا حظر تجول وهنا في حظر تجول، هنا كنا بيلبسوا كمامات عشان الغاز في المظاهرات، واحنا هنا بنلبس كمامات عشان فيروس ضئيل احنا مش شايفينه. كان فيش نفس الخوف، نفس التوتر، نفس الخوف من المجهول ده، نفس الزخم الإنساني ده، ان في شيء ما يحدث، العالم يتغير. وانا شايفه ان هما فعلا نقطتين غيروا كل شيء، غيروا كل شيء في العالم. انا مهتمه مش بالجوانب السياسيه على فكره، سواء في الثوره او اي شيء، انا مهتمه اكتر بالتغيرات الانسانيه اللي حصلت. هو السياق الزمني الاحداث اللي حصلت في الفتره مزبوط. دي ولكن متغيراتها على النفس البشرية ثابت. أيوة. متغيرات كتير. حقيقة. وعلى المجتمع المصري، على الجيل بتاعي بالذات اللي هو شهد الحدثين الكبار جدا دول. حاجة في أجيال كتير بتأتي وتذهب من غير ما تشهد، يعني نص حدث منهم يكون ضخم كده، يكون مؤثر كده، يكون بيغير الإنسان كده. أنا أعتقد أن أنا نفسي تغيرت أفكاري قبل ما بقتش بعد. نفس الشيء حصل في الكورونا، أفكاري قبل الكورونا ما بقتش بعد الكورونا. بقى في يمكن شجن كده، بقى في حتى رغبة أكتر في الحياة، مع أنك تفترض أن حدثين كبار زي دول يكونوا محبطين. بالعكس، الحياة بقى في تمسك أكتر. أنا شهدت حدثين كبار وأنا جوت يعني، فلازم أكون في شيء ما أكبر في العالم أنا ممكن أسعى أن أنا أكتشفه. إيه الأحداث اللي عشتيها ما بين الحدثين الكبيرين، ثورة 25 يناير وكورونا؟ وأكيد دي أحداث، يعني دي 10 سنين حدث فيها ما حدث، لكن على المستوى الشخصي اللي خلت سابت بصمة غائرة في روحك. أنا أهم شيء بالنسبة لي كان التغير المكاني والإنساني، وأنا شايفة أن في ترابط شديد. المكان يتغير وده بيخض على فكرة، حتى لو تغير للأحلى. يعني شكل الشوارع اتغير، شكل الميدان اتغير، شكل حتى عندنا في طنطا الحاجات اللي انت معتاد ان انت تمشي ما بينها وتبقى عارفها زي كف ايدك وتشوف المباني كلها بتتغير وبشكل سريع. يعني انا ممكن انزل النهارده امشي في الشارع وبكره هلاقي اكنه شارع مختلف. هل ده بيأثر على الانسان؟ هل ده بيخلي الانسان يتغير؟ الحقيقه يعني انا شاهدت التغيرات اللي حصلت في الجيل بتاعي ده والتطرف الشديد اللي بيصيبهم احيانا، كانهم بيتمسكوا بشيء علشان يقدروا يكملوا يستمروا. في ناس تتمسك جدا بتطرف للنباتيه، للرياضه، احيانا حاجات سلبيه زي المخدرات الى بالدراسه. في شيء ما بقى يعني ما بقاش طبيعي، ما بقاش متوازن، بقى في تطرف ما للتمسك او لاثبات شيء هم حتى يمكن ما يكونوش عارفينه. وده بيخلي حتى الشكل يتغير، طريقه الكلام. انا الجيل بتاعي شهد كمان، يعني الى جانب الثوره والكورونا اللي هم مواليد اخر الثمانينات والتسعينات، احنا كمان شهدنا التحول، التطور التكنولوجي. صحيح. ما بين ان احنا ما فيش انترنت، ما فيش قنوات تلفزيون، ما فيش الحاجات دي، للقفزه المهوله والوفره الشديده دي في المعلومات وفي الانفتاح على العالم. الاحداث بقت بتوصل في دقيقه، قد ايه ده ممكن يغير في الانسان. انا مهتمه جدا بدراسه الانسان وتغيره ما بين تغير كمان المكان طبعا فيه. يعني نتذكر جميعا الجوابات اللي كان بنبعتها لاحبابنا واصدقائنا واحنا عايشين في الغربه. أيوه. ونمضي في نهايه الجواب او نسيب بعض اوراق الورد. أيوه. اللي هتذبل وعبال ما توصل في شهر مثلا ولا حاجه. صحيح، انا حضرت الحاجات دي. ونبعت تهاني كروت في الاعياد. ده كله دلوقتي خلص برسالة على أي تطبيق أو على الموبايل. صحيح. تفقد المعنى، لأن حتى في خط الراسل للمرسل إليه في مشاعر تختبئ وراء الحرف. مظبوط. في حالة نفسية حتى في الخط بتاعه. يعني حتى الإهداء أو التهاني على الفيسبوك
احنا حتى بنفتكر اعياد ميلاد الناس في العائله دلوقتي بالنوتيفيكيشن على الفيسبوك، مش من الذاكره ومش من احنا بنسجل، ما بقاش فيه الاشياء الحميميه قوي دي. هل ده وحش؟ انا الحقيقه ما اقدرش اقول كده برضو، لان في جيل كامل طلع على الحاجات دي وتربى عليها، وممكن بعد 20 سنه 50 سنه يبقى في اشياء اكثر تطورا ويقول يا ريت اللي حصل. ما تعرفش ده وحش ولا حلو، هو ليه مميزاته طبعا وليه عيوبه، لكن احنا دايما بنبقى عندنا الشعور ده بالميل الى الماضي، ان قد ايه فعلا كتابه الكارت كانت حميميه اكتر، اي شيء فيه تماس انساني، يعني الورقه دي انا مسكتها والشخص اللي هياخدها مسكها كمان، الحاجات دي كلها بتاثر وبتاثر فيا. ومن هنا على فكره بيجي الادب، من الاشياء التفاصيل اللي هي ممكن تمر كده مرور عابر على الاخرين، ممكن ما حدش يلتفت بس يعني. الادب موقف ايضا طبعا، موقف من الحياه، مع الحياه ومع العالم، موقف أكيد. من الحياه، موقف صحيح. من قضايا انسانيه، صحيح. موقف من الذات نفسها، وممكن انسان يكتشف نفسه اثناء كتابته او يكتشف اشياء اخرى. الانسان ده حصل؟ يكتشف نفسه اثناء كتابته ويكتشف نفسه اثناء قراءه كمان. نعم انا حصل طبعا، حصل يعني كل روايه انا اضع فيها جزء من نفسي، وانا اشجع على الكتابه الذاتيه وادافع عنها. الانكشاف ده قد ايه مهم. الكلام بتاع هل انت البطله روايتك وبيتقال دايما للكاتبات، لا يهمني حتى يعني، يمكن زمان كنت بزعل، انا دلوقتي حتى ما بقاش يهمني، لان انا عندي اشياء اخرى اهم افكر فيها، زي ان انا اجيب على اسئلتي اللي بتشغل بالي، زي ان انا اجيب على اسئله القارئ كمان، ممكن حتى ما اجاوبش، على الاقل اطرحها، على الاقل اترك له الفرصه ان هو يتساءل، ان هو تيجي في باله حاجات يمكن ما كانش بتيجي. انا اكتر شيء بحبه بعد ما الروايه تتنشر وحد يقراها، حد ما عرفوش يبعت لي يقول لي انت قلتي الحاجه اللي انا كنت بفكر فيها ومش عارف اعبر عنها. هذا هو الانتصار بقى بتاع الكتاب، ان بنت صغيره مثلا تقرا اطياف كاميليا فتقول لي انا دخلت الكليه اللي انا عايزاها وتمسكت بيها ضد اهلي علشان انا قريت الروايه دي، خدت موقف. ما هو الكتابه كده، هو فعلا كده صحيح.